الرئيس السيسي يواجه باستكمال تنفيذ مشروعات حماية الشواطئ بمدن الساحل الشمالي خاصة الإسكندرية. رئيس مجلس الوزراء يستعرض نماذج التمويل والشراكة مع القطاع الخاص في مجال إدارة الطرق. وقادة الاتحاد الأوروبي يوافقون على ترشيح أوكرانيا ومولدوفا لعضوية الاتحاد. 9 بتوقيت القاهرة، 7 بتوقيت جرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري. أهلا بكم. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي باستكمال تنفيذ مختلف المشروعات الخاصة بحماية الشواطئ بمدن الساحل الشمالي خاصة الإسكندرية وفق أعلى المعايير البيئية والهندسية وتدقيق الدراسات ذات الصلة بمعالجة ظاهرة النحر وتآكل الشواطئ للحفاظ على سلامة المجتمعات العمرانية الساحلية وصون الاستثمارات بها. جاء ذلك خلال اجتماعه مع الفريق أحمد خالد قائد القيادة الاستراتيجية والمشرف على التصنيع العسكري واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني وعدد من المسؤولين. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الفريق أحمد خالد قائد القيادة الاستراتيجية والمشرف على التصنيع العسكري واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني واللواء بحري أركان حرب أشرف عطوة قائد القوات البحرية واللواء أحمد العزازي نائب رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة واللواء بحري أركان حرب محمد فكري مساعد قائد القوات البحرية للشؤون الهندسية والدكتور حسن أبو سعدة استشاري الأعمال البحرية والدكتور إسماعيل المرقبي رئيس مجموعة شاكر الاستشارية والمهندس معتصم الغربلي رئيس مجلس إدارة شركة الغربلي. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس اطلع على مشروعات تطوير وحماية الشواطئ بمدينة الإسكندرية والساحل الشمالي. وقد وجه السيد الرئيس باستكمال تنفيذ مختلف المشروعات الخاصة بحماية الشواطئ بمدن الساحل الشمالي خاصة الإسكندرية وفق أعلى المعايير البيئية والهندسية وتدقيق الدراسات ذات الصلة بمعالجة ظاهرة النحر وتآكل الشواطئ للحفاظ على سلامة المجتمعات العمرانية الساحلية وصون الاستثمارات بها. وأضاف المتحدث الرسمي أنه تم استعراض المشروعات الحالية القائمة بالفعل وتلك المستقبلية بواسطة شركات القطاع الخاص وذلك في إطار التطوير والتنمية وحماية الشواطئ امتداداً من منطقة أبو قير حتى عمق الساحل الشمالي الغربي بهدف تعظيم الاستفادة من موارد الدولة بمختلف مكوناتها خاصة الطبيعة المتميزة والفريدة للسواحل المصرية على البحر المتوسط. أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي على أهمية التعرف على الآليات المختلفة لمشاركة القطاع الخاص في تمويل وإدارة الطرق السريعة لافتا إلى أهمية هذا الموضوع في دعم خطط تطوير وتحديث البنية التحتية في مصر. وخلال اجتماع افتراضي مع مسؤول بنك ستاندرد تشارترد أشار مدبولي إلى تبني الدولة المصرية منذ عدة سنوات خطة لزيادة حجم الاستثمارات العامة في العديد من القطاعات وبشكل خاص في مشروعات البنية التحتية. وخلال اللقاء عرض مسؤول بنك ستاندرد تشارترد ورقة بحثية عن تمويل مشروعات الطرق الداخلية والطرق السريعة في مصر وتضمنت نماذج لتمويل مشروعات الطرق في عدد من دول الشرق الأوسط وأفريقيا جنوب الصحراء مؤكدين أن مؤسسات التمويل الإنمائي تلعب دورا مهما في تمويل مشروعات الطرق في هذه البلدان. أشاد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بتنامي علاقات الشراكة الاستراتيجية بين مصر وفرنسا خلال الفترة الرئاسية الأولى للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وتنوعها في مختلف المجالات وتعدد الزيارات بين الجانبين على مستوى كبار المسؤولين. جاء ذلك خلال لقاء مدبولي مع سفير فرنسا لدى مصر مارك باروتي حيث أكد مدبولي تطلع مصر لاستمرار التعاون الوثيق بين البلدين خلال فترة الولاية الثانية للرئيس ماكرون لا سيما في ظل التحديات الدولية الاقتصادية التي تلقي بظلالها على العالم في ظل الأزمة الروسية الأوكرانية وفي أعقاب جائحة كورونا.
وشدد رئيس الوزراء على الاهتمام بتفعيل وتنفيذ مذكرات التفاهم والاتفاقات المختلفة التي تم التوقيع عليها خلال الفترة الماضية. من جانبه أكد السفير الفرنسي أن فرنسا تنظر لمصر كدولة محورية تربطها بها تاريخ طويل وممتد، مشددا على دعم بلاده للمفاوضات الجارية بين مصر وصندوق النقد الدولي بشأن برنامج جديد. أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي حرص الحكومة على المتابعة الدورية لكافة جوانب الإعداد لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ كوب 27، وذلك فيما يخص التنظيم وكذلك أعمال تطوير البنية الأساسية في مدينة شرم الشيخ بما يضمن الجاهزية التامة لاستقبال ضيوف مصر المشاركين في هذا الحدث. جاء ذلك خلال ترأسه اجتماع اللجنة العليا المعنية بالتحضير لاستضافة المؤتمر بحضور وزير الخارجية وعدد من الوزراء. وخلال الاجتماع استعرض وزير الخارجية سامح شكري أهم نتائج مشاركته في الدورة 56 لاجتماعات الجهازين الفرعيين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، والتي تم على هامشها التوقيع على اتفاقية استضافة مصر للدورة 27 لمؤتمر المناخ. من جانبها أشارت وزيرة البيئة ياسمين فؤاد إلى إطلاق الموقع الإلكتروني الخاص بالمؤتمر في نهاية مايو الماضي، إلى جانب العمل على توفير 260 حافلة تعمل بالغاز والكهرباء، بالإضافة إلى تحديد أماكن ارتكاز الفرق الطبية المتحركة لتكون جاهزة لحالات الطوارئ، مع تخصيص غرفة لإدارة الأزمات. أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن المنظومة الجديدة لتعظيم سياحة اليخوت في مصر التي سيتم إطلاقها قريبا ستسهم في وضع الموانئ ومواقع المارينا السياحية المصرية على الخريطة السياحية العالمية وجذب المزيد من اليخوت السياحية الأجنبية لزيارة مصر كمقصد للسياحة البحرية. وخلال اجتماعه لمتابعة تنفيذ التكليفات الرئاسية بتعظيم سياحة اليخوت في مصر بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين، أكد مدبولي أهمية العمل على تقديم مختلف أوجه الدعم والتيسيرات والتسهيلات في الإجراءات اللازمة تفعيلا للمنظومة الجديدة لجذب سياحة اليخوت، ووجه رئيس الوزراء بسرعة إطلاق حملة ترويجية حول المنظومة الجديدة. عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا لمتابعة توفير المواد الخام المحجرية اللازمة لتنفيذ مشروع القطار الكهربائي السريع. وأكد مدبولي أن الاجتماع يأتي في إطار التنسيق لتوفير كل المواد الخام والمحجرية اللازمة بهدف إسراع سير العمل في مشروع القطار الكهربائي السريع، بالنظر إلى أهمية هذا المشروع الذي يخدم أهداف التنمية وتيسير حركة المواطنين بين مختلف أنحاء الجمهورية. تواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي، حيث تمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 452 قضية تموينية بمضبوطات بلغت قرابة 92 طن مواد غذائية وغير غذائية. وفي مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستيلاء على السلع المدعومة تم ضبط قرابة 48 طن مواد غذائية وغير غذائية، كما تم ضبط قرابة 34 طن في مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي. وفي مجال البيع بأزيد من السعر لمواد البناء تم ضبط 10 أطنان أسمنت. وفي مجال قضايا المخابز تم ضبط 607 قضايا، من بينها 166 قضية خبز ناقص الوزن و154 قضية خبز غير مطابق للمواصفات، كما تم ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول القمح المحلي، حيث تم ضبط 5 قضايا بمضبوطات بلغت قرابة 5 أطنان أقماح محلية. تحت رعاية رئيس الجمهورية وبمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو، تطلق وزارة الداخلية فعالية يوم 30 من يونيو المقبل ضمن المرحلة 22 من مبادرة كلنا واحد، والسابق إطلاقها حتى نهاية عيد الأضحى المبارك. تأتي المبادرة بالتنسيق مع 22 مولا تجاريا و16 شركة وكيانا تجاريا وصناعيا بإجمالي 426 محلا
و52 سلسلة مواد غذائية ومطاعم بإجمالي 359 محلا، وذلك بجميع أنحاء الجمهورية لتوفير منتجاتها من مختلف السلع والمنتجات الغذائية وغير الغذائية وتقديم خدماتها للمواطنين بخصومات خاصة. تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية وبمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 30 من يونيو، وزارة الداخلية تطلق فعالية يوم 30 من يونيو 2022 ضمن المرحلة 22 من مبادرة كلنا واحد، بالتنسيق مع عدد 22 مول تجاري وعدد 16 شركة وكيان تجاري وصناعي بإجمالي 426 منفذ وعدد 52 سلسلة مواد غذائية ومطاعم بإجمالي 359 محلا، وذلك بجميع أنحاء الجمهورية لتوفير منتجاتها من مختلف السلع والمنتجات الغذائية وغير الغذائية وتقديم خدماتها للمواطنين بخصومات خاصة. مبادرة مجتمعية تهدف لاحتفال بيوم 30/6 وعملية تكافل مجتمعي بين أفراد المجتمع، ولذلك يتم تخفيض الأسعار في جميع سلاسل المحلات لتناسب جميع أفراد الشعب. داعمين في اليوم 30/6 دوت حاجات كتيرة وعاملين خصومات كويسة جدا. في خصومات كبيرة جدا جدا احنا عاملينها بمناسبة اليوم السعيد ده، وان شاء الله هيبقى عيد قوي لينا كلنا، وان شاء الله الناس كلها تحس بالفرق. 30/6 مبادرة جميلة جدا من معالي رئيس الجمهورية، حاجة جميلة وكلنا بنساعد فيها، وتاني مرة على التوالي أنا موجود هنا، حاجة رائعة. وانتظرونا 30/6 بخصومات جميلة. احنا عندنا مش أقل من 80 فرع على مستوى مصر، الفروع دي كلها إن شاء الله لنا عروض خاصة ب 30/6. حاول نساهم على قد ما نقدر ولو بجزء بسيط، ونشارك مع الشعب ومع البلد في مناسبة جميلة زي دي، وهنقدم أقصى ما عندنا من الخصومات، وهنعمل كل الواجب اللي تشعر به الشعب المصري بأن السيد الرئيس مع الشعب وبيقدم للشعب كل ما يمكن من مجهود بيعمله هو والحكومة. شعب وقيادة وشرطة احنا وكل فرد، حبك علينا بلدي فرد. هذه الفعالية تأتي إلى جانب استمرار فعاليات المرحلة 22 من مبادرة كلنا واحد حتى نهاية عيد الأضحى المبارك، بالتنسيق مع 33 سلسلة تجارية بجميع أنحاء الجمهورية، وذلك بعدد من فروع تلك السلاسل بإجمالي 1002 فرع على مستوى الجمهورية، وذلك من خلال الأماكن الموضحة على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية على شبكة الإنترنت. المبادرة صراحة حاجة كويسة أوي، أنا شايفة أسعار فعلا كويسة، يعني ده الزيت يعني ما شاء الله ونازل كتير. المبادرة كويسة جدا وعامل حاجات حلوة الصراحة. انا باجي من هنا باخد المكرونه وباخد الرز وباخد كل حاجه في مبادره اللي عاملها سياده الرئيس. مبادره من الرئيس، حاجات باسعار مخفضه جدا عن السوق، ولا حاجات جميله قوي بنشكره عليها، ونتمنى تفضل موجوده على طول، ان الفرق في السعر لا جميل جدا بصراحه. المنتجات المعروضه في اطار المبادره تتسم بالجوده العاليه والوفره في المعروض، وهو ما ساهم في إقبال المواطنين في ظل المتغيرات الدولية التي تؤثر على ارتفاع الأسعار، لتقدم الدولة كل أوجه الدعم للمواطنين. مشاركة من الدولة ودعم كبير لكل المواطنين بشكل عام لمساعدتهم على غلاء الأسعار الموجود في الوقت الحالي بسبب الأوضاع العالمية. وحقيقة فعلا هي الأسعار مختلفة، ونتمنى يعني من الرئيس أن المبادرة تستمر فترة أطول. حاجة حلوة وربنا يقدمها علينا كده، ويفضل الرئيس كده في المبادرة بتاعته دي معانا. وتستمر منظومة أمان التابعة لوزارة الداخلية عبر 1026 منفذا ثابتا ومتحرك في تقديم كافة السلع الاستراتيجية بأسعار مخفضة حتى نهاية العام الحالي، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.
استقبل وزير الخارجية سامح شكري وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة غادة والي. وخلال اللقاء أعرب شكري عن التطلع لمواصلة التعاون المثمر بين مصر ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في مجالات مكافحة الجريمة الدولية المنظمة والعابرة للحدود وكذا مكافحة الفساد، بالإضافة إلى الإتجار غير المشروع في الممتلكات الثقافية ودعم بناء القدرات الوطنية في المجالات ذات الأولوية للجانب المصري. كما أشاد بجهود المكتب الأممي الرامية إلى دعم أولويات القارة الأفريقية في مجال مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة. وشهد اللقاء مناقشة سبل تعزيز أوجه التعاون القائم بين مصر ومكتب الأمم المتحدة للجريمة والمخدرات خلال الفترة القادمة. أعربت مصر عن بالغ إدانتها للهجمات الإرهابية التي شهدتها عدة مناطق في جمهورية مالي الشقيقة، ما أسفر عن مقتل العشرات من المدنيين الأبرياء. وتقدمت مصر حكومة وشعبا بخالص التعازي وصادق المواساة لجمهورية مالي الشقيقة وأسر الضحايا، متمنية سرعة الشفاء لكافة المصابين. وأكدت مصر على وقوفها جنبا إلى جنب بجوار حكومة وشعب مالي في هذا المصاب الأليم، وتضامنها مع مالي في مواجهة كافة أشكال العنف والتطرف والإرهاب. قال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل إن زعماء الاتحاد الأوروبي وافقوا على ترشح أوكرانيا ومولدوفا لعضوية الاتحاد الأوروبي. وكان البرلمان الأوروبي اعتمد قرارا بأغلبية 529 صوتا مقابل 45 صوتا يدعو قادة الاتحاد الأوروبي إلى الموافقة على وضع أوكرانيا كدولة مرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي دون تأخير. قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرو إن منح أوكرانيا صفة المرشح لعضوية الاتحاد الأوروبي أمر مهم ورسالة سياسية. وخلال مؤتمر صحفي أكد ماكرو أن هدف الاتحاد الأوروبي هو مساعدة أوكرانيا، مضيفا أن عملية الإصلاحات المطلوبة من أوكرانيا تحتاج لوقت طويل. طبعا الإصلاحات تتطلب وقت والطريق طويل، ولذلك أيضا اقترحت هذه المجموعة السياسية الأوروبية التي أرى أنها الرد الملائم، أي أن لدينا الاتحاد الأوروبي ولدينا عملية التوسيع أيضا، وهذه البلدان قد تحتاج وقت للحصول على العضوية، ولكن يجب ربما نتبنى طريقة أكثر سرعة لتثبيت الاستقرار في بلدان الجوار. أعلنت وزارة الدفاع الروسية تدمير 50 نظاما صاروخيا للإطلاق المتعدد و49 مخزن وقود لتزويد المعدات العسكرية الأوكرانية. وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف إن القوات المسلحة الروسية تواصل قصف المنشآت العسكرية على أراضي أوكرانيا، مشيرا إلى أنه خلال 24 ساعة الماضية تم تدمير 3 قواعد لإصلاح المركبات المدرعة في منطقة نيكولايف و4 مناطق تمركز قيادات وأفراد ومعدات عسكرية في 18 منطقة. أعلن وزير الدفاع الأوكراني أليكسي ريزنيكوف وصول أنظمة الصواريخ الأمريكية هايمرس. وأكد وزير الدفاع الأوكراني أهمية تلك الأنظمة الصاروخية، موجها الشكر إلى الولايات المتحدة ووزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن على إمداد بلاده بالأسلحة. وتجد 6 складов с боеприпасами в районах населённых.
كشفت صور نشرتها خدمة طوارئ محلية أن هجوما صاروخيا روسيا تسبب في إلحاق أضرار بالغة بخزانين على الأقل لزيت دوار الشمس في محطة ميناء ميكولايف الأوكرانية على البحر الأسود. الصور أظهرت دخانا يتصاعد من أحد الخزانات بعدما تطاير الجزء العلوي منه بسبب الانفجار، كما ظهر الخزان المجاور الذي أصيب هو الآخر بأضرار بالغة وقد اسود بسبب النيران هذا، ولم تكشف خدمة الطوارئ المحلية عن اسم المحطة. رفعت ألمانيا مستوى التأهب بموجب خطتها الطارئة بشأن تأمين إمدادات الغاز، ما قرب البلاد خطوة من التقنين، وذلك عقب انخفاض بنسبة 60% من عمليات التسليم من موسكو عبر خط أنابيب الغاز نورد ستريم. وقال وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابك إن بلاده تواجه أزمة غاز، مشيرا إلى أن الحكومة قادرة على دعم الجهات الفاعلة في السوق لمواجهة الأسعار المرتفعة. تباطأ نمو النشاط الاقتصادي في منطقة اليورو بشكل حاد في يونيو في القطاع الخاص ليصل إلى أدنى مستوى له في 16 شهرا مدفوعا بالتضخم خصوصا، وفقا لمؤشر مديري المشتريات الذي نشرته وكالة ستاندرد أند بورز للتصنيف المالي والائتماني الأمريكية. وانخفض المؤشر الذي حسب على أساس استطلاع الشركات إلى 51.9 نقطة بعدما سجل 54.8 نقطة في مايو، ويشير الرقم فوق 50 إلى زيادة في النشاط، بينما يشير إلى انخفاض عندما يكون دون هذا الحد. واستفاد النمو الأوروبي منذ بداية العام من رفع القيود المرتبطة بوباء كورونا، مما سمح باستئناف أنشطة الترفيه والسياحة والنقل. سجل معدل التضخم الأساسي في سنغافورة أعلى مستوى له منذ أكثر من 13 عاما، حيث بلغ 3.6% في مايو الماضي مدعوما بارتفاع أسعار المواد الغذائية. وأفادت الإحصاءات الرسمية بأن تضخم أسعار المواد الغذائية بلغ 4.5% في مايو، حيث ارتفعت أسعار الخدمات الغذائية بشدة، كما ارتفع معدل التضخم في تجارة التجزئة والسلع الأخرى حيث بلغ 1.8% في مايو، مع ارتفاع أسعار الملابس والأحذية والأمتعة الشخصية ومنتجات العناية الشخصية. تتواصل أزمة ارتفاع الوقود على مستوى العالم مع استمرار صعود أسعار النفط في الولايات المتحدة. في الوقت نفسه زادت أسعار العقود الآجلة للغاز الطبيعي الأوروبية بنسب كبيرة في ظل اشتداد حدة أزمة نقص الإمدادات نتيجة خفض روسيا للكميات التي ترسلها إلى أوروبا. المزيد في سياق التقرير التالي. في الوقت الذي كشف فيه الرئيس الأمريكي جو بايدن عن معاناة الولايات المتحدة من ارتفاع أسعار النفط، تواجه أوروبا صعودا جديدا لأسعار الغاز. الرئيس الأمريكي أرجع ارتفاع أسعار الوقود إلى الأزمة الأوكرانية، في حين وجه الشكر لتحالف أوبيك بلس على قرار رفع إنتاج النفط الذي تم اتخاذه مؤخرا في الاجتماع الأخير. ومن أجل تقليل أسعار النفط بالولايات المتحدة، دعا بايدن إلى تعليق العمل بالضريبة الاتحادية على الوقود لمدة 3 أشهر حتى نهاية سبتمبر المقبل،
حيث طالب الكونغرس والولايات الأمريكية باتخاذ خطوة تشريعية إضافية للتخفيف عن المستهلكين بشكل مباشر. من خلال تعليق ضريبة البنزين الفيدرالية لمدة 90 يوماً يمكننا خفض السعر وتخفيف الضغط قليلاً عن الأسر. أعلم أن هذا التعليق الضريبي وحده لن يحل المشكلة، لكنه سيشكل متنفساً. وعلى الجانب الآخر من المحيط الأطلنطي، واصلت أسعار العقود الآجلة للغاز الطبيعي الأوروبية ارتفاعها بعد صعودها في الأسبوع الماضي بنسبة 43% في ظل اشتداد حدة أزمة نقص الإمدادات نتيجة خفض روسيا للكميات التي ترسلها إلى أوروبا، مما أثار قلق الحكومات الأوروبية مع ظهور احتمالات اللجوء إلى قطع الإمدادات عن المستهلكين بشكل دوري. التاسعة مستمرة وتتابعون فيها. بعد حصوله على أغلبية الأصوات بالاستشارات النيابية لتشكيل حكومة لبنانية جديدة، ميقات يؤكد أنه لن يترك لبنان ينهار. حصل رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي على أغلبية الأصوات في الاستشارات النيابية الملزمة التي أجريت لتكليفه برئاسة الحكومة اللبنانية الجديدة، حيث حصل ميقاتي على 54 صوتا مقابل 25 صوتا لمنافسه السفير نواف سلام وصوت واحد فقط لرئيس الحكومة الأسبق سعد الحريري، فيما امتنع 46 نائبا عن تسمية أي مرشح وقاطع نائب واحد الاستشارات النيابية. أكد رئيس الحكومة اللبنانية المكلف نجيب ميقاتي قدرة وزارته على انتشال بلاده من أزمتها، ودعا جميع القوى السياسية اللبنانية إلى تحمل المسؤولية التاريخية. وتعهد ميقاتي بعدم ترك بلاده في أزمتها، مؤكدا في الوقت نفسه أنه من دون اتفاق مع صندوق النقد الدولي لن تكون فرص الإنقاذ التي ننشدها متاحة. ألغت المحكمة العليا الأمريكية تشريعا في نيويورك كان يفرض قيودا صارمة على الأسلحة النارية خارج المنزل، وسمحت المحكمة لجميع المواطنين في نيويورك حمل مسدسات في الأماكن العامة في قرار صادم، وندد حاكم نيويورك بالقرار بسبب عمليات إطلاق النار الجماعية الأخيرة في نيويورك وتكساس. كما أدان الرئيس الأمريكي جو بايدن القرار مؤكدا أنه يتعارض مع المنطق السليم والدستور. واصل زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون لليوم الثاني على التوالي ترأس اجتماع رئيسي للحزب الحاكم بشأن سياساته العسكرية والدفاعية. وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أن كيم شدد على أهمية الجهود المبذولة لتعزيز القدرات العملياتية للوحدات على الخطوط الأمامية. هذا ويحظى الاجتماع بمتابعة وثيقة لأنه قد يقدم أدلة على توقيت التجربة النووية التي يعتقد أن كوريا الشمالية تستعد لها منذ أسابيع. ربما يجد زعيم كوريا الشمالية كيم يونغ أون ضالته في قلق الغرب، مما دفعه إلى إجراء تجارب نووية مكثفة خلال الفترة الماضية. ووفقا لوسائل إعلام رسمية، الزعيم كيم اجتمع لليوم الثاني على التوالي مع الحزب الحاكم لبحث سياسات بلاده العسكرية والدفاعية التي تسببت في قلق للجارة الجنوبية التي تعتقد أن بيونغ يانغ على وشك إجراء تجربة نووية جديدة. كيم شدد خلال الاجتماع مع الحزب الحاكم على أهمية الجهود المبذولة لتعزيز القدرات العملياتية للوحدات على الخطوط الأمامية. ووفقا لخبراء، فإن الاجتماع يحظى بمتابعة وثيقة لكونه قد يقدم أدلة على توقيت التجربة النووية التي يعتقد أن كوريا الشمالية تستعد لها منذ أسابيع.
ووفقا لمسؤولين في سول فإن الاختبار النووي يمكن أن يجري في أي وقت، وأن كيم هو من سيقرر الموعد. القلق الذي سببه الزعيم الكوري الشمالي دفع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين لحث بيونغ يانغ على الدخول في حوار، موضحا أن الولايات المتحدة ليس لديها أي نية عدائية على الإطلاق تجاه الشمال. دعوة بيونغ يانغ للانخراط في الدبلوماسية تأتي وسط مخاوف متزايدة من أن الدولة المتمردة قد تجري قريبا تجربة نووية تمثل في حال وقوعها تجربتها السابعة. وما زالت جهود الدولة تتواصل للنهوض بالخدمات الطبية ونقلها للمناطق النائية والمحرومة ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة. وفي هذا الصدد انطلقت 3 قوافل طبية ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة اليوم وغدا للكشف والعلاج مجانا في التخصصات الطبية. وضمت القافلة جميع التخصصات الطبية وتنطلق في 3 محافظات هي الشرقية والوادي الجديد وجنوب سيناء. نظمت مديرية الصحة بدمياط قافلة طبية لمركز كفر سعد ضمن جهود المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين. وتضمنت القافلة عيادات متنقلة بكافة التخصصات الطبية ومعملا وصيدلية لصرف الأدوية بالمجان، كما تم تلقيح كبار السن بلقاح فيروس كورونا. القافلة النهاردة بتشمل 12 عيادة تخصصية، كل تخصصات اللي موجودة فيها بتقدم خدماتها للمواطنين بالمجان تماما. معنا معمل تحليل طبية شامل أكثر من 40 تحليل، معنا جهاز أشعة إكس راي للكشف على عظام الصدر، معنا صيدلية متكاملة فيها جميع أنواع الأدوية اللي بتخدم العيادات التخصصية اللي موجودة في القافلة. القافلة النهاردة موجودة بقرية عزبة 8 التابعة لمركز كفر سعد. مركز كفر سعد هو المستهدف ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة في المرحلة الأولى. القافلة العلاجية من الخدمات المميزة اللي بتقدمها وزارة الصحة وبتمثل الجزء الصحي من المبادرة الرئاسية في المرحلة دي. القافلة الصحية بتتميز ان هي فيها حاجتين اساسيتين، اولا ان هي بتوصل الخدمة للمواطن لحد عنده، الحاجة التانية كمان ان الخدمة مجانية تماما بناء من قطع التذكرة وحتى انتهاء الخدمة للمواطن. احنا هنا في الصيدلية بنستقبل المرضى، بنستقبل التذكرة بتاعتهم وبنبدأ نراجعها، بنشوف إذا كانت الأدوية اللي مكتوبة لهم دي فيها تداخلات أو تعارضات مع بعض. بعد ما بنراجعها بندخلها على الكمبيوتر عندنا وبعدين بنصرفها لهم. إحنا معانا كل الأدوية أو معظم الأدوية اللي بتساعد، اللي هي بتقدر تغطي كل احتياجات المرضى، معانا حوالي 150 صنف. نظمت وزارة التضامن الاجتماعي عددا من الندوات والزيارات المنزلية واللقاءات مع السيدات في ضوء حملة الوزارة زواجها قبل 18 يضيع حقوقها، والتي تستمر لمدة 60 يوما في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة وتنمية الريف المصري. تهدف الحملة التي انطلقت بالإسماعيلية إلى تحقيق 4 رسائل أساسية، وهي لا لزواج الأطفال، ولا للتسريب من التعليم، ولا لختان الإناث، واثنين كفاية بهدف تنظيم الأسرة. بنركز على لا لزواج الفتيات او لا زواجها قبل 18 عام لما لها من اضرار على البنت واضرار على الجيل القادم، لان بيترتب عليها مشاكل كثيره جدا صحيا سواء للاسره للام او عدم تسجيل الابناء، ودي مشكله بنقابلها كتضامن اجتماعي لان الزواج غير موثق، لان البنت لسه ما وصلتش للسن القانوني. أصدر رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي قرارا بأن يكون الخميس المقبل الموافق 30 يونيو أجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص، مع استمرار أعمال الامتحانات في مواعيدها، وذلك بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو. بحث وزير الزراعة السيد القصير مع أمين عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي عبد الوهاب زايد النهوض بصناعة النخيل،
وتناول اللقاء إطلاق مبادرة دولية مشتركة للحفاظ على واحات النخيل في مواجهة التغيرات المناخية. كما تناول أيضا إطلاق الخريطة المناخية لأصناف التمور المصرية، وكذلك التعاون في مجال مكافحة سوسة النخيل والاستعداد لتنظيم المهرجان الدولي السادس للتمور المصرية بمحافظة أسوان في سبتمبر القادم. والآن نتحول إلى الشأن الاقتصادي في هذه النشرة. الجولة الاقتصادية مع رغدة أبو ليلى، إليك رغدة. شكرا لكما سحر ناجي ويوسف عبدين. إلى أخبار المال والأعمال محليا وأيضا عالميا. أهلا بكم. أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أنه لا صحة لانتشار عبوات زيت طعام غير صالحة للاستهلاك الآدمي نتيجة لغياب الرقابة على الأسواق. وشدد المركز على أن كافة المنتجات الغذائية المتداولة بالأسواق بما فيها الزيت آمنة وسليمة وصالحة للاستهلاك ومطابقة لكافة المعايير والمواصفات القياسية، وتخضع لعمليات فحص ورقابة دورية في أثناء مراحل الإنتاج والتوزيع والعرض المختلفة من خلال سحب عينات منها وفحصها بالمعامل المعتمدة للتأكد من مدى الالتزام بالاشتراطات الصحية الخاصة بالمواد الخام المستخدمة سواء كانت المحلية أو المستوردة. عقد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء ثالث ورش العمل في إطار حوار الخبراء لمناقشة وثيقة سياسة ملكية الدولة من الجانب التشريعي والقانوني بقطاعي الزراعة والتصنيع الغذائي. جاء ذلك بحضور عدد من أعضاء البرلمان بغرفتيه وعدد من القيادات التنفيذية بعدد من الوزارات والجهات المعنية، استكمالا للجلستين اللتين عقدهما المركز الأسبوع الجاري لمناقشة رؤى كبرى شركات القطاع الخاص العاملة في مجالي الزراعة والتصنيع الغذائي بمشاركة أساتذة الجامعات والخبراء. قررت لجنة السياسات النقدية للبنك المركزي في اجتماعها الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وأبقت اللجنة سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 11.25% و 12.25% و 11.75% على الترتيب. كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 11.75%. أكد وزير البترول طارق الملا أن مستويات الأسعار العالمية الحالية للبترول والغاز شجعت شركات البترول العالمية على تكثيف عملياتها في مجالات البحث والاستكشاف وخاصة بهدف إنتاج الغاز الطبيعي الذي أصبح الوقود الأساسي والأكثر طلبا على مستوى العالم. جاء ذلك خلال اجتماع وزير البترول مع نائب رئيس شركة شيل العالمية الجديد لأنشطة الغاز الطبيعي المسال سيدريك كريمرز لبحث موقف أعمال الشركة في مناطق امتيازها في البحرين الأحمر والمتوسط بمصر وخطط العمل والمستهدفات خلال الفترة المقبلة في ظل رغبة شيل القوية في تكثيف أعمالها في مصر. أكد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة محمد عبد الوهاب أكد على أن استثمار إحدى شركات الإماراتية في مصر واختيارها كمركز لتعهيد عملياتها بالمنطقة يؤكد أن مناخ الاستثمار في مصر يتمتع بالجاذبية كمقصد استثماري مهم في هذا المجال.
جاء ذلك خلال مشاركة رئيس هيئة الاستثمار في افتتاح مقر الشركة للحلول الشاملة بالمنطقة الاستثمارية الذي يتضمن إنشاء مركز لخدمات التعهيد المشتركة في مصر. استعرضت وزارة التخطيط في تقرير صادر عنها حصاد 8 سنوات من تحسين مستوى معيشة المواطن المصري. أكدت الوزارة أن كافة البرامج والمبادرات والمشروعات التنموية التي تقوم بها الدولة تهدف بشكل رئيسي إلى الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة، ويظهر ذلك جليا في حجم المخصصات المالية والاستثمارات العامة الضخمة التي وجهتها الدولة للتوسع في خدمات الحماية الاجتماعية وتحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي وتطوير المناطق غير الآمنة والنقل خلال 8 سنوات الماضية. وبلغت مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية أكثر من 1 تريليون جنيه مقابل 1 تريليون جنيه خلال 8 سنوات التي سبقتها بمعدل نمو 100%. أكد وزير الاتصالات عمرو طلعت على حرص مصر على تعزيز التعاون مع أشقائها بإفريقيا لتحقيق التكامل الاقتصادي الرقمي والعمل بالتوازي على إقامة شراكات فاعلة مع دول الاتحاد الأوروبي ودفع الجهود المبذولة لمد جسور التعاون الأوروبي الإفريقي من خلال مشروعات مختلفة تهدف إلى خدمة المصالح المشتركة. جاء ذلك في كلمة الوزير خلال مشاركته عبر تقنية فيديو كونفرنس في جلسة عقدت بعنوان التحول الرقمي، الشباب والمرأة وريادة الأعمال ضمن فعاليات النسخة 5 من قمة الاتحاد الأوروبي إفريقيا للأعمال. وإلى البورصة المصرية التي أنهت تعاملات جلسة اليوم نهاية جلسة الأسبوع بتراجع جمعي للمؤشرات للجلسة الثانية على التوالي بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب وسط أحجام تداول ضعيفة. خسر رأس المال السوقي 7.1 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 635.3 مليار جنيه. أما على صعيد المؤشرات فقد فتح مؤشر EGX30 عند مستوى 9612 نقطة ليغلق عند مستوى 9439 نقطة منخفضا بنسبة 1.8%. وفتح مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70 عند مستوى 1800 نقطة ليغلق عند مستوى 1778 نقطة منخفضاً بنسبة 1.21%. كما فتح مؤشر EGX100 عند مستوى 2661 نقطة ليغلق عند مستوى 2629 نقطة منخفضاً بنسبة 1.21%. إلى أسواق العملات، حيث تباينت أسعار العملات أمام الجنيه المصري ليسجل الدولار الأمريكي 18.71% جنيها للشراء و 18.78% جنيها للبيع. اليورو وصل إلى 19.65% 19.74%. الجنيه الإسترليني 22.91% 23.1%. أما بالنسبة للدرهم الإماراتي ف 95% 15%. أخيرا الريال السعودي 4.98% و 5 جنيهات. وقعت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع وأمين عام غرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية السفير عبد العزيز المخلافي مذكرة تفاهم بشأن فتح مكتب إقليمي للغرفة بمبنى الاتحاد العام للغرف الاتحادية بالقاهرة. وقالت الوزيرة أن هذا الاتفاق الذي يستمر لمدة 5 أعوام يأتي إيمانا من حكومتي مصر وألمانيا بأهمية التعاون بين القطاع الخاص بالبلدين والدور الهام للغرف التجارة والصناعة في خلق تواصل مباشر بين رجال الأعمال ومجتمعي الأعمال من الجانبين. وأشارت الوزيرة إلى أن الغرض الأساسي من فتح هذا المكتب هو تمثيل الغرفة في الترويج التجاري والتعاون الاقتصادي بين مصر وألمانيا الاتحادية والدول المحيطة بها.
اختتمت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع زيارتها للعاصمة الألمانية برلين بعقد سلسلة للقاءات موسعة مع أعضاء الاتحاد الألماني لمصنعي السيارات ومسؤولي سلسلة محلات تجارة التجزئة الألمانية، واستعرضت خلالهما فرص ومقومات الاستثمار بالسوق المصري وإمكانيات جذب المزيد من الاستثمارات الألمانية إلى مصر خلال المرحلة المقبلة. وقد شملت لقاءات الوزيرة لقاء موسعا مع أعضاء الاتحاد الألماني لمصنعي السيارات، تناول سبل جذب المزيد من الشركات والاستثمارات الألمانية للعمل في السوق المصري في مجال إنتاج السيارات التقليدية والكهربائية لتلبية احتياجات السوق المصري والتصدير للأسواق الإقليمية والاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية الموقعة بين مصر وعدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية الرئيسية الإقليمية والعالمية. انخفض عدد الأمريكيين الذين قدموا طلبات جديدة للحصول على إعانات بطالة الأسبوع الماضي مع استمرار نقص المعروض في سوق العمل على الرغم من ظهور بعض التباطؤ. قالت وزارة العمل إن طلبات الحصول على إعانات البطالة الحكومية المقدمة للمرة الأولى انخفضت في الأسبوع الماضي بواقع 2000 طلب إلى مستوى معدل في ضوء العوامل الموسمية بلغ 229,000 طلب. نهاية الأخبار الاقتصادية، عودة من جديد إلى سحر ويوسف، إليكم. شكرا لك رغدة. أعلنت الحكومة الأفغانية ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب شرق البلاد إلى 1500 قتيل. وأوضحت السلطات الأفغانية أن الزلزال ألحق أضرارا بعشرات المنازل في إقليم باكتيكا، مشيرة إلى أن أغلب المباني ليست قوية بما يكفي لتحمل أي هزات أرضية. وكان رئيس هيئة إدارة الكوارث في أفغانستان محمد حقاني كان قد أكد أن غالبية الوفيات المؤكدة كانت في إقليم باكتيكا، مشيرا إلى تواصل عمليات الإنقاذ باستخدام طائرات هليكوبتر للوصول إلى الجرحى ونقل الإمدادات الطبية والغذاء. كما أكد المنسق الأممي للشؤون الإنسانية مارتن جريفيث أن هناك ما يزيد على 190 شريكا دوليا يعملون على إيصال المساعدات إلى أفغانستان. وأضاف المنسق الأممي أن نصف سكان أفغانستان يعانون من انعدام الأمن الغذائي، كما أوضح أنه تم تعزيز النظم في أفغانستان لمنع تهريب أموال الإغاثة، إلا أن النظم المصرفية في البلاد تعيق التحويلات النقدية. أعلنت الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية الفرنسية أنها وضعت 25 إقليما في حالة الطوارئ للمستوى البرتقالي لمواجهة خطر حدوث عواصف عنيفة ستضرب شمال شرق ووسط شرق فرنسا. وقالت هيئة الأرصاد إنها رفعت حالة اليقظة البرتقالية، إلا أن العواصف استمرت في ضرب عدة مناطق بالبلاد مسببة أضرارا كبيرة مثل مدينة ليون التي سجلت كمية قياسية من هطول الأمطار. والآن إلى آخر أخبار الرياضة والملاعب. ورغدة أبو ليلى تفضل. شكرا لكما. والآن مع الأخبار الرياضية. أهلا بكم من جديد. أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم عن التصنيف الشهري للمنتخبات في العالم. جاء المنتخب الوطني في المركز 40 عالميا، بينما احتل المركز 6 افريقيا و3 عربيا. هذا وحل المنتخب البرازيلي في المركز الاول عالميا بعدما ازاح المنتخب البلجيكي الذي تصدر التصنيف العالمي لفتره طويله.
أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم عن زيادة عدد اللاعبين في القوائم النهائية للمنتخبات المشاركة في كأس العالم 2022، وأوضح فيفا أنه تمت الموافقة على زيادة عدد اللاعبين في القوائم الأولية للمنتخبات المشاركة في كأس العالم من 35 إلى 55، وزيادة عدد اللاعبين في القوائم النهائية من 23 إلى 26. كما أعلن فيفا أنه لن يسمح لأكثر من 26 فردا بالجلوس على مقاعد بدلاء المنتخبات في كأس العالم، بواقع 15 لاعبا بديلا و11 من مسؤولي الفريق من بينهم طبيب الفريق. وصل الإيفواري سباستيان هالر مهاجم أياكس أمستردام إلى ألمانيا وخضع للكشف الطبي مع بروسيا دورتموند تمهيدا للانتقال إليه هذا الصيف. توصل بروسيا دورتموند لاتفاق مع أياكس من أجل ضم هالر خلال فترة الانتقالات الحالية. هذا وقد سجل هالر 47 هدفا بقميص أياكس في 66 مباراة بكل المسابقات. أعلن قادم بالأرجنتين محاكمة ثمانية من الفريق الطبي للراحل دييغو أرماندو مارادونا أسطورة الأرجنتين بتهمة القتل غير العمد. ويواجه هؤلاء الأشخاص خطر السجن بين 8 و25 عاما بعدما كانت النيابة العامة قد اتهمتهم في مايو 2021. كانت المستندات التي تحصلت عليها وكالة رويترز حينها تفيد بأن الفريق الطبي كان على علم بأن مارادونا كان يستخدم الأدوية النفسية في الأشهر الأخيرة من حياته، والاتهام يأتي بداعي ارتكاب أخطاء إدارة وقصور. كما حددت أن مارادونا بدأ يموت قبل 12 ساعة على الأقل قبل وفاته، وتحمل فترة من العذاب الطويل بعد خضوعه لجراحة في الدماغ إثر جلطة دموية. نهاية الأخبار الرياضية، عودة من جديد إلى سحر ناجي ويوسف عبدي. شكرا لك رغدة أبو ليلى. والآن نتحول إلى آخر أخبار الطقس والحالة الجوية. نعود فيها مرة أخرى إلى رغدة أبو ليلى. إليك رغدة. شكرا لكما. والآن مع أحوال الطقس. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الجمعة ارتفاع في درجات الحرارة على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد بقيم تتراوح من درجتين إلى 3 درجات مئوية، ليسود طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار على السواحل الشمالية معتدل الحرارة ليلا على كافة الأنحاء. وهذه هي درجات الحرارة المتوقعة غدا على بعض مدن ومحافظات الجمهورية. نبدأ بالقاهرة 37-24 الطقس حار، الإسكندرية 32-23 الطقس مائل للحرارة، مطروح 30-22 بورسعيد 33-23 الإسماعيلية 36-23، ننتقل إلى السويس 37-23 العريش 34-22 طابة 36-21 شرم الشيخ 39-28 الغردقة 37-28 الأقصر 40-26 أسوان 41-26 الوادي الجديد 40-25 شلاتين 36-25 أخيرا حلايب 34-24. والآن نستعرض مع حضراتكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية وأيضا العالمية. Thank you.
والآن مع أبرز لقطة في هذا اليوم. انتهت أخبارنا وبقى التذكير بأهم ما جاء فيها. الرئيس السيسي يوجه باستكمال تنفيذ مشروعات حماية الشواطئ بمدن الساحل الشمالي خاصة الإسكندرية. رئيس مجلس الوزراء يستعرض نماذج التمويل والشراكة مع القطاع الخاص في مجال إدارة الطرق. قادة الاتحاد الأوروبي يوافقون على ترشح أوكرانيا ومولدوفا لعضوية الاتحاد. بهذه العناوين انتهت نشرة التاسعة، ولكن التاسعة ما زالت متواصلة معنا ومعكم وشفقي المنيري. أهلا مساء الخير شفقي. مساء الخير يا سحر، مساء الخير يا يوسف، وأهلا بيكم. أهلا بيكم. يعني التاسعة كده بتالي يوم الخميس بيبقى أجازة ولا مش شرط؟ لا مش شرط، يعني هي بتبقى أنت راوند. مفيش أجازة بكرة. وإحنا بس حظنا إحنا كنا معاك النهاردة. لا أنا اللي حظي حلو إن دايما أشوفكم الجميلة سحر ويوسف، بشكركم وأتمنى لكم إن شاء الله إذا كانت أجازة تبقى أجازة سعيدة، ولكل صناع نشرة التاسعة دايما التوفيق والتألق بإذن الله. كل التوفيق. أشكركم. مشاهدينا الكرام اسمحوا لنا نبدأ التاسعة، تفضلوا.